فضيلة الشيخ، هنا سؤال يقول: حكم الصلاة على الجنازة بدون وضوء فضيلة الشيخ، ومن الأخ عبد الله رسالة بعدها. هو على كل حال الصلاة بكل أنواعها تجب لها الطهارة، لا يقبل الله صلاة محدث حتى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، وهذا يشمل كل الصلوات مفروضات أو نوافل جنازة أو غير جنازة. لكن بعض الفقهاء قال إنه إذا خشي فوات الجنازة فيجوز، بمعنى أنه هو لا يتمكن من صلاة على الجنازة وسترفع ولن يتمكن من صلاة وهو على غير وضوء، قال يجوز له التيمم كبدل عن الطهارة، لكن لا أحد يقول أنه يصلي بدون طهارة، إنما يصلي بالتيمم. هذا ذهب إليه بعض الفقهاء، قال به فقهاء الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الفقهاء، في حال كون الصلاة تفوت إذا ذهب للطهارة، وأجروا هذا على كل ما يخشى فواته كالجمعة وما أشبه ذلك. أما صلاة من غير طهارة فهذا لا يجوز.